طيب خليني ابتدي بكلامك انه بعد 4 سنين مفيش حد جديد وهم هم. لا 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 ابتدي بالنقطه الاولانيه الاول. هو الاساس في النقاش. بلاش يا جماعه النقطه الاولانيه لانه بيهرب منها دلوقتي. هو المقاطعه والانسحاب. لا ما بهربش بالعكس. مقاطعه والانسحاب هو اساس النقاش، اساس القضيه. هو لا شك ان انت في وسط كلامك شرحتي الموضوع و او طبعا وانا قلت ان الدوله بتتحمل جزء من هذا الامر. انا عايز اتكلم الاول، خلينا نتكلم الاول على المقاطعه. زي صديقي العزيز جارحي ما قال، المقاطعة حق وأداة سياسية. الدستور لحظة واحدة بس، لا لا لحظة واحدة بس أكمل كلامي للآخر. طبعا والدعوة للمقاطعة حق كامل لأي سياسي يرى أن هذه أداة من أدوات الممارسة السياسية المتاحة بين قوسين. الدستور المصري كفل حق الإضراب العام وحق الدعوة للإضراب، وهو أمر يخص العمل ويخص الحياة اليومية. وبنفس المنطق فمقاطعة الانتخابات ومقاطعة العمل السياسي هي شيء مماثل تماما لحق الإضراب، وأداة ووسيلة من وسائل تعبير المعارضة عن موقفها، ووسيلة من وسائل الاعتراض. لكن في النهايه انت جاي وده قياس غير اذا ده قياس ولا قياس تعلم النظام قياس سليم مظبوط 100%. ده قياس نظري. نيجي بقى للتعامل. عارف ان الاضراب مع الاضراب عمل ايجابي. الاضراب حتى في جميع الاخوان عمل ايجابي، وفي ناس بقى بتناقش ناس وبتفاوض ناس وبنوصل للمنطقه. مقاطعه الانتخابات في حد ذاتها هو اجراء سياسي معمول به في دول العالم اجمع. صحيح. بس نتيجته ايه؟ الحاجة التانية انه ليه مقاطعة الانتخابات؟ انا بشوف انه النظام المصري بيدفع دلوقتي ثمن ما يفعله اخرين بالوكالة عنه، وهو الاعلام الموجه المنظم ضد اي محاولة للمعارضة تحت شعار ان احنا كده بنعطل انطلاق الدولة. الكلام ده غلط. الكلام ده الاعلام المصري تسبب لو سمحت بلاش الاعلام، علشان انا ما بحبش البراكت الواسعه دي. انت قلتي الكلام ده، ما بحبش البراكت الواسعه. انت قلتي الكلام ده وانت بتتكلمي. مفيش حاجه اسمها الاعلام المصري. انت قلتي الكلام ده بعض الناس مش كل الناس. خلينا نتكلم على بعدين اقول لك على حاجه. قفلنا دي اول مره. انا بس عايز اسال سؤال. قفلنا الباب. في مجال اوسع من الانتخابات الرئاسيه. قفلنا الشاشات. احنا في مجال اوسع من الانتخابات الرئاسيه عشان تحتلنا بس. عايزين نسال. انا ما شفتش. انا لسه هقول لكم بقى جديدة. انا لسه هقول لك بقى الحته الثانيه الاهم من كده. انا ازعم انه قرار المقاطعه من القوى السياسيه اللي موجوده في مصر جعل تواجدها الاعلامي دلوقتي اقوى كثيرا من لو كانت نزلت بمرشح. لان المرشح إيه اول ما اعلن، يبقى انت هدفك تعلم اول ما اعلن هذا المرشح. مش هدفك تحدث اول حراك ديمقراطي. لسه هرد عليك في دي. ولا حراك سياسي. دي مش سياسه. اول ما اعلن هذا المرشح. لا الحقيقه بص ده مش سياسه في الترشح. الحقيقه كم السخريه والهجوم اللي تعرض ليه بيوضح تماما الازمه اللي احنا فيها.